السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثاني من محاضرتنا اليوم. طبعا كان المفروض أنهي هذا الجزء مع الجزء الأول، أنا ظلت فقرة صغيرة من الكابيتالايز، بعد هيك نحن ندخل على شابتر 6. لكن مش مشكلة، يا ريت الكل يسجل حضوره في الشات بوكس. For the comparison of two alternatives on the basis of capitalized cost, use the procedure above to find the A value and the total for each alternative. Since the capitalized cost represents the total present worth of financing and maintaining a given alternative forever, the alternatives will automatically be compared for the same number of years. كونه بنحكي عن infinity، فلما بدنا نقارن مجموعة من البدائل فاحنا بنحكي عن infinity، لكن عن شيء بيستمر على طول. The alternative with the smaller capitalized cost will represent the more economical one. If a finite life alternative, for example, 5 years, is compared to one with an indefinite or very long life. إذن بالوضع الطبيعي لما بكون في عندي مقارنة بين many alternatives وكلهم نحكي عن infinity of life، نحسب capitalized cost لهم كلهم، والقيمة الأقل بتمثل ال best choice أو ال best alternative. طيب ماذا لو اضطريت أعمل مقارنة بين two alternatives؟ alternative one over just 5 years and the other one for a long period of time. يعني لو كنت أقارن بين بديلين، واحد منهم عمره فقط 5 سنوات والثاني فترة طويلة، هيك حالة شو الإجراء؟ هيك حالة لازم أحسب واحدة منهم بحيث يشبه الثانية. طيب إحنا تذكرنا لما بيكون عندي different period of life أو different life بستخدم واحدة من الشغلتين، إما LCM أو steady period. وذكرنا LCM اللي هي المضاعف المشترك الأصغر، تعلمنا كيف نوجدها. طب لما بتكون واحدة من اللايفز انفينيتي والثاني فور 5 years، ايش الكومون بينهم؟ كيف احسب LCM؟ هيك حالة بدي احول الالترناتيف with 5 years to infinity. كيف بقدر احوله infinity؟ هلا بخصوص الالترناتيف اللي إله life 5 years، لو حسبنا الإكويفلنت A اللي بتمثله، وحكينا لو مشينا second cycles third cycles fourth cycles، لما يكون عندي A، لاحظنا قبل ذلك سابقا انه لما بيكون عندي إشي على شكل A annual uniform amount، قد ما نمشي cycles لقدام هي بتضل نفس القيمة ثابتة وبتتكرر. فإذا حولنا القيم كلها إلى A نقدر ننظر إلها على إنه في عندي A وبتتكرر على طول. إذا قسمت A هاي اللي حسبناها الإكويفلنت للألترناتيف
اللي بيمتد على 5 سنوات فقط، إذا حسبناها وجهزناها وقسمناها على I راح نحسب الكابيتالايزد كوست لهذا الالترناتيف، وبهيك بقدر أقارنه مع الانفينيت لايف الترناتيفز. إذن capitalized cost can be used to determine capitalized cost of finite life alternative, calculate the equivalent A value for one life cycle and then divide by the interest rate to get the capitalized cost. And that's it. تمام؟ لو كان عندي two alternatives، واحد منهم finite over 5 years for example، وبدي أقارنه مع واحد ثاني infinite time. بكل بساطة اللي finite time بدي أوجد منه الإكويفلنت A لكل الكاش فلوز، الإكويفلنت A، ثم بعد ذلك الجواب اللي طلع معي بقسمه على الانترست ريت على I، وبهيك بكون حسبت الكابيتالايزد كوست لهذا الالترناتيف مع مقارنته مع الاذر الترناتيفز، بقدر احدد او اختار اي الترناتيف هو الافضل. هيك بنكون انهينا تشابتر 5. تشابتر 6 خلينا ناخذ مقدمه صغيره عنه وبنفصل فيه في المرات القادمه ان شاء الله. تشابتر 6 بيحكي عن annual worth analysis، هو مشابه لكل اللي اخذناه يعني بالنهايه. يعني احنا قلنا من الكاش فلوز استيميتس ممكن تعتمد على البريزنت وورث، ممكن تعتمد على الفيوتشر وورث ايكويفالنت، يعني ممكن تعتمد على الايكويفالنت انيوال وورث. اي واحده منهم تقدر تحسبها لكل الالترناتيفز وتقارن بينهم تعطيك ديسيشن صحيح انه اي الترناتيف هو الافضل. ففيما يتعلق بالانيوال وورث اناليسيز is also known by other titles. Some are equivalent annual worth. البعض بسميها equivalent annual worth EAW أو equivalent annual cost EAC أو annual equivalent AE and equivalent uniform annual cost EUAC. هاي كلها مسميات لنفس الإشي. لما نحكي عن annual worth analysis، الannual worth ممكن يكون لها واحدة من الأسماء اللي ذكرناها سابقا. Advantages and uses of AW analysis. شو ميزت الـ AW عن الـ capitalized cost والـ present worth والـ future worth اللي غطيناهم بشابتر 5. For many engineering economic studies, the AW method is the best to use when compared to PW, FW and rate of return. Rate of Return Analysis رح نغطيهم بشابتر 7 وشابتر 8. بس مقارنة بجميع الطرق الناس غالبا بيميلوا يستخدموا AW Analysis. The in the following relation is the number of years for equal service comparison. This is the LCM or the stated study period of the BW or FW analysis. إذن AW نقدر نحسبها من البي دبليو باستخدام الفاكتور A given B، أو بنقدر نحسبها من الاف دبليو باستخدام الفاكتور A given F. لحد الآن ما حكى لي شو ميزت الـ AW على غيرها. The annual worth method offers a prime computational and interpretation advantage because the AW value needs to be calculated for only one life cycle. هاي الميزة. معناها ما بتحتاج لموضوع الـ LCM إذا كنا بنحكي عن different life. يعني لما ذكرنا عن الـ PW أو الـ FW مع different life alternatives كنا نضطر نستخدم مثلا LCM ونعمل many cycles لبعض الالترناتيفز ونحسب الاف او البي لهم عشان اقدر اقارن. في حاله AW اذا حسبت الايكويفالنت AW على only one cycle هي ستيل بتضل زي ما هي
على السكند سايكل على الثيرد سايكل وعلى طول. لهيك انا ما بحكي لهم اذا بدي استخدم اي دبليو موضوع انهم equal life or not equal life. The AW value determined over one life cycle is the AW for all future life cycles. Therefore, it is not necessary to use the LCM of lives for the equal service requirement. تمام؟ فهمنا شو ميزة الـ AW. الـ AW ميزتها باختصار تحديداً for different life alternatives. ما بهمني أستخدم LCM أو أحسبها على many cycles. بكفيني أحسب AW على only one cycle وبقدر أقارن بينه وبين أي alternative والمقارنة صحيحة والdecision بيكون صحيح. AW method makes the assumptions that one, services provided are needed for at least the LCM of the lives. Selected alternative will be repeated for succeeding life cycles in exactly the same manner as for the first life cycle. All cash flows will have the same estimated values in every life cycle. تمام؟ بيأكد لي إنه أنا بكفيني أحسب الـ AW على one life cycle وأقارن ومقارنتي بتكون صحيحة. Not only is AW an excellent method for performing engineering economy studies, but also it's applicable in any situation where PW and FW and benefit to cost analysis can be utilized. بأي مكان ممكن تطبق الـ PW والـ FW تقدر تطبق الـ AW بدون مشكلة. لا بل هي إلها أفضلية إنها ما بتحتاج تحسب LCM. If income taxes are considered, a slightly different approach to the AW method is used by some large corporations and financial institutions. عادة الـ income taxes ما بنغطيها وبنهملها neglected بتكون بالأمثلة والأسئلة اللي احنا بنغطيها في هذا الكورس. لكن بحكي إذا بدها تكون تدخل بعين الاعتبار لازم شوي تختلف حساباتنا وتقديراتنا بالـ AW. لكن احنا اصلا دائما بنحكي with neglecting income taxes. اياس بشر بدك تحكي؟ تفضل يا اياس. يبدو اوكي ما فيش مشكله. يبدو بالخطا. الآن كيف نحسب الـ AW value؟ Calculating of capital recovery and AW values. An alternative should have the following cash flow estimates. لاحظوا هون في مجموعة مسميات لازم ننتبه لها ونراعيها بحساب الـ AW. عندنا الـ initial investments. This is the total first cost of all assets and services required to initiate the alternative. When portions of these investments take place over several years, their PW is an equivalent initial investment. لاحظوا ما سماها initial cost إنما سماها initial investment P. لأنه ممكن أنت تشتغل بمشروع معين تدفع دفعة أولى مثلا مشروع ثمنه 10,000 بده يكلف تحكي بدفع لك بالبداية 7,000 وبعد 5 سنوات بكمل لك 3,000 فالسبعة والثلاث هما بمثلوا الانيشال انفستمنت بس مش 7 زائد 3 لا هي 7 زائد 3 وبضربها بالفاكتور أقدرها قديش التايم زيرو بتكون برضه مهم يعني احنا بنحسب equivalent present worth لكل الدفعات المتعلقة بالكوست وهدول مع بعض مجتمعين بمثلوا الـ initial investment. أيضا عندنا الـ salvage value. الـ salvage value احنا غطيناها قبل هاي المرة which is
the terminal estimated value of assets at the end of their useful life. لما تنتهي حاجتك من شيء بنهاية الفترة ممكن تبيعه بثمن رمزي كمستعمل أو كذا. المبلغ اللي راح يجيك بيمثل السلفيج فاليو. For study periods shorter than the useful life, S is the estimated market value or trade-in value at the end of the study period. طبعا ليش بنركز لي على study periods؟ احنا ذكرنا study periods مرات بيكون عندي life 10 سنوات، بحكي لك بدي study period على 6 سنوات. فهون salvage value بالمنطق المفروض يعلى سعرها شوي. يعني انت جبت سيارة مثلا استخدمتها 10 سنوات او 6 سنوات، هل راح تبيعها بنفس الثمن؟ يفترض اللي استخدمتها بس 6 سنوات تبيعها بسعر اعلى، السلفيج فاليو تكون اعلى من اللي استخدمت على 10 سنوات. Annual amount A. This is the equivalent AW costs only for cost alternatives, cost and received for revenue alternatives. اذا الانيوال A هي بتمثل الايكوفيلنت AW costs only for cost alternatives, cost and received for revenue alternatives. ممكن تمثل عبارة عن cost في حالة alternatives بتكون just cost based alternatives أو projects. ممكن تحتوي على costs و revenues تكاليف وأرباح. طيب احنا بهذا الشابتر بنحكي عن AW analysis، يعني بالنهاية مطلوب مني أحسب AW. طب AW بناء على اللي ذكرناه قبل قليل هي عبارة عن إشي اسمه Capital Recovery وإشي اسمه A. A بتمثل أي دفعات متكررة بشكل سنوي بغض النظر Revenues أو Costs. بالمقابل الكابيتال ريكفري هي شيء راح نجمعه او نحسبه من البي ومن الاس، وهذا اللي راح نشوفه بعد قليل. اذا هي سم ايكويفالنت فاليو بتكافئ مين الانيشال انفستمنت والسلفيج فاليو، وكل هاي الارقام مع بعض بيعطوني مين الاي دبليو. ذا توتال انيوال اماونت اي is determined from uniform recurring costs and possibly receipts and non-recurring amounts. طيب خلينا نرجع ونأكد على الكابيتال ريكفري ايش بتمثل. الكابيتال ريكفري اختصارها CR is the equivalent AW that the system must earn new revenue each year to just recover the initial investment plus a stated rate of return over its expected life. Any expected salvage value is considered in the computation of capital recovery. إذا باختصار الكابيتال ريكفري بتمثل أي شيء له علاقة بالانيشال انفستمنت اللي هي زي الانيشال كوست، وأي شيء علاقة بالسلفيج فاليو بحسب الإكويفالنت إلهم أنيولي. بس خليني أدقق على نقطة. لاحظوا إيش هذا الفاكتور بيحسب لي A من B وهذا بيحسب لي A من F، فهي بتمثل something annual worth something in terms of A of annual. Something بتكرر بشكل سنوي. الـ Capital Recovery. إذن الـ Initial Investment والـ Salvage Value بحسب منهم الـ Equivalent Annual وبسميها Capital Recovery، وأي إشي ضل بالمسألة بحسبه على شكل A وبجمعهم مع بعض. خلينا نشوف هذا الـ Example. Example 6.2. A piece of equipment is expected to require an investment of 13 million. خلينا نركز.
investment of 13 million with 8 million committed now and the remaining 5 million expended and at the end of year one. إذن هم 13 مليون 8 راح يتم دفعهم الآن والخمس اللي راح يضلوا راح يتم دفعهم بنهاية السنة الأولى. AOC annual operating cost for the system is expected to start the first year and continue at 4.9 million per year. إذا هاي بتمثل إيش؟ إشي سنوي annual operating cost. The useful life of the tracker is 8 years. متوقع عمر هذا المشروع يكون 8 سنوات. With a salvage value, إذا راح يكون في عندي salvage value بنهاية السنة الثامنة 0.5 مليون. صار عندنا أرقام كثير بس خلينا نستخدم لون ثاني ونركز شوية. الثمانية مليون هاي مع الخمسة مليون عند نهاية السنة الأولى مع النص مليون عند نهاية السنة الثامنة كلهم راح أحسب منهم مين؟ الكابيتال ريكفري. وإيش ضل عندي؟ ضل عندي الـ 0.9 اللي أصلا هي إيه جاهزة راح أخذ منها إيه وأحسب بعد هيك أجمعهم مع بعض وأحسب الـ AW كاملة. بيحكي لي إذا كانت MAWR 12%. بعيد وبذكر بشابتر 5 وبشابتر 6 ما كان يعطيني interest rate. إذا أعطاني إياها بستخدمها، لكن إذا ما أعطاني إياها وأعطاني MAWR بستخدم الـ MAWR على إنها هي I أو هي الـ interest rate اللي أنا بدي أستخدمها لحساب الـ equivalent values. إذن عشان أحسب B لاحظوا هون البي كانت الثمانية اللي اندفعوا ناو والخمسة اللي اندفعوا بعد سنة عشان أحسبهم صح بدي أضربهم بفاكتور بي جيفن اف على سنة واحدة وهذا يكافئ المبلغ اللي لو تم دفعه الآن كم؟ هذا بنفس بمثل لي بي الانيشال انفستمنت. طيب الاس هي عبارة عن نص مليون. طيب الكابيتال ريكفري تذكروا قانونها ايش كان؟ كان minus b times a given b factor plus s times a given f factor. وبهيك بحسب مين؟ الكابيتال ريكفري وهي annual شيء بيكون بالانيوال يعني بحسب الانيوال equivalent لمين؟ لل b وال s ضمن الكابيتال ريكفري وهذا يكافئ الرقم اللي طلع معي هون. اذا ال P وال S مجتمعين بكافئوا سنويا minus 2.47 طبعا over 8 years احنا بنحكي عن 8 سنوات. It means that each and every year for 8 years the equivalent total net revenue from the tracker must be at least 2,470,000 dollars. Just to recover the initial present worth investment plus the required return of 12% per year. شو يعني؟ معناه الكابيتال ريكفري هذا الرقم اللي طلع معي لو اخذناه بالموجب لازم الارباح على الاقل تكون تساوي هذا الرقم علشان نحكي احنا فتحنا مشروع وكانت نسبه الربح عندنا 12%. This doesn't include the AOC of 0.9. لاحظوا وهاي الأرقام ما بتتضمن التكلفة التشغيلية السنوية. ليش سالب؟ لأنه البي سالب. زميلكم بيسأل ليش الكابيتال ريكفري سالبة؟ لأنه البريزنت وورث سالبة نفقات كوست اوت فلو بالرغم من انها السلفيج فاليو بوزيتيف فاليو إلا انها ما أثرت لأنه رقم النيجاتيف كان أكثر بكثير. فظلت النتيجة بالسالب. طيب الآن مع تضمين الـ 9% أيضا ككوست annual cost معناها هذا المشروع
لازم يرجع لي بشكل سنوي تكون أرباحه 3,037,000% كل سنة علشان بس يرجع التكاليف، على فرض كانت نسبة الفائدة أو الربح 12%. إذا A W بالنهاية هي عبارة عن الكابيتال ريكفري والA. لاحظوا الA هون قيمة واحدة، كانت الأنيوال أوبريتنج كوست and that's it. يعطيكم العافية جميعا، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.